هنمرنها بقى ونقويها ازاي؟ يلا مع بعض. هنا ظهر الايد، يلا السايد كله 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 ايد كلها، يلا من جوه. مين فينا اللي هتضرب؟ ما تضربش. الحقيقه في حياتنا ناس لما تقابلهم او حتى تسمع عنهم تلاقي نفسك بقى عندك نظره تفاؤل للحياه، وده ببساطه لانهم بيكونوا مصدر للطاقه الايجابيه. النهارده احنا معانا نموذج لبطله، وهي سيده ما تعرفش شيء اسمه مستحيل، امنت ان العمر هو مجرد رقم. والله العظيم، يعني انا مش قادره اقول لك انا مبهوره قد ايه ببطلتنا اللي قدرت من خلال ان هي يعني تبص لنفسها كده نظرة تفاؤل للحياة، وإن هي تتميز في رياضة يعني مش سهلة أبدا، رياضة قتالية، وهي رياضة بيطلق عليها الكاجو كيمبو، وهي إحدى رياضات الدفاع عن النفس. قدرت بقى إن هي تحقق ذاتها وتكون أول بطلة مصرية وعربية بيشار إليها بال يعني تقدر ان هي تحصل على الحزام الاسود في الكاجو كيمبو. معانا ومعاكم البطله المصريه رشا ابراهيم، بطله مصر في الكاجو كيمبو، وكابتن محمود احمد عبد المبدي عثمان، مؤسس وممثل الاتحاد الدولي للكاجو كيمبو. منورنا ولازم تقفل بس البطله اللي معانا النهارده اللي شرفتنا الحقيقه قوي، والحماس خلاص وصل لك وعايزه تقوم تعملي فايت دلوقتي. بتقول لك بطله وايه؟ خليني في البدايه نعرف من كابتن عثمان كده ايه الكاجو كيمبو، يعني عشان خاطر الاسم يمكن. بص، هو الاسم مش غريب، هو الاسم كاجو كيمبو، كا اللي هي الكاراتيه اللي هي تانك سودو، والجو اللي هي فنون الجود والجوجيتسو اللي هي عباره عن المسكات والطرح، والكين اللي هي امريكان كيمبو كاراتيه، والبول هي التشاينيز بوكسينج. كتير صح؟ البول هي التشاينيز بوكسينج اللي هي الكونفو بكل اساليبها. يعني كل ده اللعبه ده اللعبه طبعا شامله. القصه سريعا ان هم مثلا خمس اساتذه كل واحد في الفن بتاعه حاصلين على درجه الحزام الاسود، فتعاونوا مع بعض. انا راجل بوكسر، انت ناقصك ايه؟ ناقص رجلين، فانا اديك رجلين وانت تديني ايدين. هو ده كملوا بعض بالظبط. خمسه كملوا بعض. كان اسمهم جمعيه الحزام الاسود، اللي هم خمسه جراند ماسترز حاصلين عن درجه الحزام الاسود، فابتدوا يشيروا الحاجات دي مع بعض. عايز اقول لك قعدوا من خمس لست سنوات ياسسوا في الفن، وما كانوش بيدربوا حد غير مدربين، تدريبه مدربين، تدريبه مدربين، بيدربوا مدربين. ما تمرنش غير كده. بعد كده نزلوا حاجه اسمها الشارع لحد ما سموهم انريتشبل، يعني غير قابلين لللمس وغير قابلين للمسك. هو ده عشان بيعرفوا طبعا عمش. طبعا كان بيعمل ايه؟ كان بيجرب التكنيك، يعني بيجرب الحركه في الشارع، ان نفعت يسيبها في السيستم، ما نفعتش يغير. فعمل عمليه غربله للفنون القتاليه، اول يعتبر اول فنون دفاع عن النفس مختلطه تم تاسيسها في 1947. انا قلت لك هو كومبو اصلا، يعني انا حسيت انه كومبو شويه العاب قتاليه كده في لعبه واحده. بالظبط بالظبط. فهنا خلينا نروح بقى لبطلتنا رشا اللي يعني شرفتنا الحقيقه، واحنا سعداء جدا بوجودك معانا. عاوزين نعرف بقى يعني اشتركتي في اللعبه دي امتى، وجات لك الفكره ازاي، وازاي قدرتي برضو تعملي ده؟ انت يعني ما ابتديتيش ده من وانت لسه صغيره، احنا عشان نلعب اللعبه دي لسه هنسال كابتن السؤال ده دياب، ولكن عايز اعرف منك جات لك الفكره امتى، وليه اخترتي اللعبه دي ازاي؟ يعني هو انا وانا صغيره فعلا كنت بلعب لعبه الكاراتيه، قعدت خمس سنين بس ما كملتش، يعني طبعا بعد مده كبيره وجواز وقاعده في البيت وكده. جيت بعد ما عديت ال 30 كنت نفسي اكمل في اي رياضه، يعني اوحش حاجه في الموضوع ان الرياضات بتبقى للسن المفتوح قليله او مش موجوده.
ميزه اللعبه دي انها رياضه للسن المفتوح. فكانت حاجه بتشجعني جدا ان انا يعني ادخل فيها واكمل فيها. انا كنت داخله على اساس ان انا بلعب رياضه بعدين. يعني انت كنت بتدوري بعد الكاراتيه ان انت عاوزه حاجه تكملي بيها رياضه، والسن كان عائق بالنسبه لك في طبعا. رياضات كتير، فلقيتي ان دي الرياضه اللي تقدري تكملي بيها حلمك بقى. تمام. وطبعا لما دخلت الرياضه لقيت ان فيها ممكن تطور واحزمه وبطولات ومفيش مشكله، يعني سنك مفتوح، بس ممكن لو انت عندك او تقدري تدي ممكن تبقي بعد كده عندك تطور، تاخدي حزام في حزام في لقيت نفسي بتطور، وبعدين القاب، وبعدين لقيت فيه نجاح، فليه لا؟ ايه ده، انت بطله الدنيا. كابتن رشا عايز برضو يعني يمكن كابتن عثمان بيشرح لي بيقول لي كم الالعاب اللي هي كلها قتاليه مش استعراضيه، يمكن الكاراتيه ده هو اخفهم اللي انت بدات بيه، ده اخف حاجه في الكومبو اللي اتقال ده. تمام. ف يعني حاجات بتبقى اكثر عنفا زي ما بيقولوا. تمام. ف ست في الاول في الاخر فكره ربط الاثنين ببعض بالعنف، وان انا لا انا اتميز كمان في اللعبه دي، واحنا شايفين يمكن كل النزالات او كل الحركات اللي بتتعمل على رجاله، فان انا اقدر اقف قدام راجل واتغلب عليه بمجموعه من الحركات. تقدر فبقى ليه اللعبه دي، وازاي جه في دماغك، وازاي قدرتي ان انت تتنازلي عن الجزء الخاص بالضعف بتاع الستات، ولا ده انا ممكن اغلب رجاله كمان؟ ايوه تمام. غير انك زي القمر طبعا حبيبي ليك. لا هي بجد هي اللعبه طبعا بعيدا عن الموضوع ده كله، هي ما بتاثرش على انوثه الست في حاجه صدق. يعني هي بجد في حركات وتكنيكات وكل حاجه، بس ده ملوش علاقه انها تخلي الست مش ست، عشان برضو في ناس كتير واولياء امور كتير بيخافوا يجيبوا بناتهم او اطفالهم ليبقوا عندهم عنف، فده ما حصلش. لا هي الفكره ان مع التمرين الحاجه اللي انت شايفها قويه او صعبه دي بتبقى سهله، وطبعا التمرين بيعرفك ازاي تبقى قدامك الخصم تخليه قدامك باقل مجهود ممكن وتبقى متفوق عليه كمان. يعني التمارين دايما ما بفوتش تمرينه، الكابتن بيقول لنا على في مشكله في الوقفه ممكن تبوظ لك التكنيك كله، في مشكله في ضربه الايد، في مشكله في استهداف الـ 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 المكان نفسه. تمام. فلما انت بيبقى عندك ضابط كل الحاجات دي كلها، انت بتبقى عندك قوه ولياقه وليونه وكل حاجه سهله، وفي نفس الوقت ما فيهاش العنف اللي هو الناس شايفاه كاني مثلا بتاكل بني ادمين. طب كابتن محمود عاوزين نعرف بقى من سن كام كده يقدروا يدخلوا التمرين ده او يلعبوا اللعبه؟ هو احنا عندنا سيستم هو في كذا سيستم، في سيستم مخصص للاطفال اسمه الليتل درايفر. انا عاوز اعرف السن. السن يعتبر من 6-7 سنوات. 6-7 مش قبل كده. 6-7 سنوات لا مش يعني كده، يعني زي مثلا الجمباز اللي بيدخلوه من 3 سنين. ما مثلا من 3 سنين احنا بنتكلم في جمباز في حاجه معينه، في بيتكلم على ليونه واللياقه البدنيه. احنا عندنا ممكن يجي بس هيلعب معانا فتنس شويه، فتنس وشويه وقفات الديستانس الاساسيه واللكمات والركلات الاساسيه. لكن اللعبه من 6-7 سنوات. من 6-7 سنوات طبعا، عشان اعتقد استيعاب طبعا. وفيها برضو اصوات زي الكاراتيه، يمكن رشا كانت بتلعب كاراتيه الاول فيها ياو. لا دي خالص ما فيهاش صيحات. ما فيهاش صيحات. هو الكونسيبت ما فيهاش اصوات. ما فيهاش اصوات لا. هو الكونسيبت بتاع الصيحه اللي هو بيدي باور، يعني زي كده اعملي كده طلع يعني طلع الهواء اللي جوه. طبعا طبعا بتديني باور اكتر طبعا. يعني انا كنت بعمل صح عشان اقول لك. الكابتن ساعتي قعدنا كلنا حواليه في الارض ويقعد يخلينا ناخد نفس عميق كده، فاهم؟ يعني يقعد يعمل لنا مديتيشن كده ونطلع النفس ويخلينا عندنا يعني بناخد الطاقه الايجابيه كده ونطلع الطاقه السلبيه. لا وكمان اللعبه دي عشان هي عنيفه جدا فبتحتاج مجهود كبير جدا في القتال. تمام. فمحتاجه تنظيم للنفس، فلازم النفس بتاعي هو العامل الاساسي. صح طبعا طبعا. فهو عندنا جزء كبير في فتنس. لو حد ضايقك بقى يا رشا تعرفي تدافعي عن نفسك يعني بعيدا عن التمارين ولا حاجه؟ هو باذن الله. طبعا. طب انا سمعت كده كان في حد في الاستوديو بيقول عليكي كلام يا رشا يا نهار ابيض صعب جدا جدا يعني، وعمال يقول في واحده بره بقى عماله مش عارفه ايه وعماله ايه يلا بينا. استعرضتي في الحقيقه لحاجه زي كده؟ اتعرضت، ورينا بقى تعملي ايه. بسلمك على كان في واحد سالني السؤال ده قبل كده. لا يعني مش لدرجه ان انا استخدم الكاجو كيمبو في الشارع، لان برضو على فكره هي الدكتوراه بتاعت فلسفه فنون الدفاع عن النفس دي من الفلسفه
فلسفه اني انا اتجنب الخطر، او اي رياضي عامه ما بيبقاش بيسعى للمشاجره، دايما بيسعى للسلام. فالفكره واخده دكتوراه في ايه بقى؟ في فلسفه فنون الدفاع عن النفس. فلسفه فنون الدفاع عن النفس، مش بس زي الرجاله وتروح تاخد بطولات لما مؤاخذه يعني يا كابتن تروح بقى تروح بقى تخبط وتضرب وخلاص، لا راحت خدت دكتوراه بالظبط وعملت ماجستير وحضرت دكتوراه عشان تاخد فلسفه الدفاع عن النفس، مش راح ادافع عن نفسي. حضرتك هي معايا انا من 2015 الدكتوراه وانا اللي منحها الدكتوراه. والله ما شاء الله. كابتن واحد اتكبس ولا يبالي. لا هي والله فكره الدكتوراه اصلا انا يعني الملهم ليا في الفكره كلها هو دكتور عثمان، لان الدكتور عثمان زي ما حضرتك لسه بتقولي من شويه مش الرياضه عندنا مش اللي هو ها وي ده بيخلينا نذاكر، احنا بنذاكر الكاجو كيمبو، احنا بنتسال اسئله نظري، الطالب وهو بيختبر الحزام بيشرح الحركه على زميله، انت مستهدف ايه وطالع بايه، طالع بايدك منين، هتستهدف ايه في الخصم، دي كلها دراسه، احنا ذاكرنا الكاجو كيمبو، احنا مش اتمرناها. فده اللي خلاني اشوف يعني الفكر المختلف ده. انا لعبت رياضات كتير مع ناس كتير، بس الكابتن عثمان كان فعلا بيشرح الرياضه، بيعلمنا ازاي نقط الضعف في جسم الانسان، التشريح، الحاجات دي كلها. كم سنه؟ عندي 43 سنه. 43 سنه ما شاء الله. كابتن محمود كان بيعكس تقريبا على الهواء. خلي بالك جوز ابوك. طب يا كابتن عثمان يعني لما حبيت تدخل البطوله دي ما فكرتش في حد سنه اصغر فيبقى في الحركات اسرع فيبقى اشطر فتقدر ان انت توصل للبطوله اللي انت عاوزها، ليه اخترت رش؟ والله يا رشا انا تلاقيت فيها الدافعيه اساسا، يعني هي جاياني بدافعيه، جاياني من داخلي انا عايزه تبقى حاجه، جاياني من جوه. فاحنا مجرد احنا بس في التمرين او في البتاع بنشوف الدافعيه بتاعتك، انت الدافعيه انت جايه ليه؟ ما كل واحد ليه هدف. الدافعيه اللي هو الدافع الدافع انت جاي ليه؟ في واحد بس عشان يعلق ميداليه، في واحد بس لا انا عايز اخش بدلتي ما تعرقش واطلع، عايز بس فان داي وامشي. لا تلاقينا عند كابتن رشا طبعا في هي دافعيه، في دافعيه ومن جوه فيها عندها محفزه هي متحفزه اساسا. كان يعني مارست كذا فن برضه، فنون دفاع النفس ما بين الكاراتيه زمان وايكيدو، وحصل على حزام الاسود يعني داخله على اسود 2 دان برضه في رياضه الايكيدو. وخدت الاورد 2022 امراه العام في فنون دفاع النفس رشا وكابتن رشا في فلسفه، لا دي الاوردز بتاعت ومن اوف ذا وورلد، امرأة العام في مجلة انترناشونال مارشال ارتس تايم ماجازين. يعني بجد برافو وتشرفي مصر بجد بجد يعني احنا شايفين طبعا بطولات كتير واخداها وشهادات تقدير وشكر وحاجات حلوه كتير، حاجات تشرف. وانا كمان مش عارف اقول يا كباتن ولا يا دكاتره، فكره ان انا انتهن اللعبه يا كابتن يا دكتور تخصص بقى لدرجه ان انا اتخصص فيها بشكل كبير فادرسها واخد دكتوراه فيها، دي حاجه في حد ذاتها اعتقد قويه جدا 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 جدا. احنا واضح ان هي ايه يعني الفقره دي هتخلي نيات متحمسه. ايوه انا ممكن اصلا انا جايه معاك البطوله الجايه. يلا اعلمك شويه عشان تخشي معانا. يلا بينا اجي لك انا بقى كده يا دكتور تمرنيني عشان ادافع عن نفسي في الاستوديو. نورتونا حقيقي وشرفتونا. شكرا. ويعني انا بحب جدا يبقى في فعلا نماذج حلوه ومشرفه، وكمان ما بتعترفش باي حاجه، هو بتعترف بالهدف، انا عندي هدف فايا كان هي الظروف اللي حواليا، ايا كان مش هتبقى بالنسبه لي عائق، ده هتبقى بالنسبه لي حاجه تحمسني اكتر وتزيدني اصرار في ان انا احقق اللي انا عايزه. نتمنى ان المثال ده يكون بالنسبه لكل الناس شيء واضح وقدامهم يبقى ملهم. يعني تنورتونا مره ثانيه وشرفتونا، وان شاء الله مزيد من النجاحات والبطولات نستضيفكم ثاني وانتم بقى محققين يعني ضعف الحاجات دي. شكرا رشا ابراهيم وكابتن محمود احمد، بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. بشكرك رشا، نورتونا.